لينا واش فيها غادي يكونوا فيها ثلاثه تقسيمات ولا كتفرع كامل اللي غادي تكون ديال السكينه غادي تكون على الشطر دابا هذا الشطر الاول فيه 10000 درهم في هذا الشطر هذا غادي تمشي تجيب الكوبي ديال الكارت ديالك ديال الزوجه وتدي معاك واحد الشهاده ديال الابراء ديال دار الضريبه وكتمشي عند المكتب غادي يديروه تما في اي مكان غادي يكون فيما الناس ديال العمران وكذلك ملي غتمشي تعدي هذيك ال 10000 درهم سواء 10000 درهم ديال العقار غادي تعطيها للعمران وغادي يعطيوك عليها التوصيل باللي راك خلصت 10000 درهم وغادي يعطيوك واحد الشهاده اداريه غادي يكون فيها التوقيع ديال السيد القائد بانك مستفيد من واحد البقعه ارضيه في هذا البرنامج ديال عين الذئب. صحاب المحتوى هما غادي يكونوا فما غادي تعطيهم 3500 درهم ديال المليون هذيك بوحدو المليون غتعطيه للعمران 3500 درهم هذيك غادي يديوها الناس ديال الماء غتعطيه 3500 درهم غيعطيك الورقه الورقه ما تفرطش فيها شد الورقه ديالك باش نهار تبغي تدخل الماء غادي تمشي تدخلو فابور فهمت دابا المستفيدين حنا فاش درنا الاحصاء ديال 2017 هذوك الناس اللي مشينا ودرنا لهم الرقم لقينا عنده باب عطينا واحد الرقم وما زادش باع شي محل اخر لشي واحد اخر باع ولا جاب شي واحد سكنو فتح له الباب هذاك اللي لقينا الحاله ديالو عاديه ما خدتش في الدار هذاك دا استفاده مستقله غادي يستافد بوحدو كاين بعض الاخوان اللي باعوا كاين اللي باع الدار كامله لجوج الناس ومشى في حالاته اذا هذوك راه ما يمكنش يديو الزوج غادي يديو واحد القطعه ولكن واحد القطعه راه فيها الريشوسي يعني فيها السفلي تحت وفيها البرومي ايطاج وفيها الدوزيام ايطاج يقدروا يسكنوا فيها ثلاثه ديال الناس يتعاونوا بيناتهم ويبنيوها واحد يسكن تحت يديروا القرعه بيناتهم واللي يتفاهموا غادي يكون واحد الملكيه مشتركه ديال ديك القطعه يسكنوا فيها جوج كاين اللي هو خوه كاين اللي هو باه ولا مو ولا اخته الى اخره هادو غادي يشتركوا في قطعه واحده مثلا اللي قدام مثلا واحد قدام هذوك القدام كاين تما 111 هذوك عندهم البنايات في 2002 كانوا داروا لهم واحد التصفيف وطلبوا منهم باش يهدموا هذيك البنايات ديال التراب وداروا لهم التصفيف وبناوا بالبيتون هذوك ما غاديش يتهدموا يعني هذاك راه ساكن دابا غادي يخلص وغادي يدي الشهاده الاداريه ويخلص الماء النهار اللي يكمل المشروع غادي يمشي يدخل الماء ويدخل الدوره ساكن ما غادي يهدم ما والو بالنسبه لهذا الساكن هذا بزو الورق نتاعهم عادي يحيدوا من تما حتى تخدموا لهم عادي يجيو ولا دابا هو راه خدام حنا هذوك الناس اللي كيعرقلوا الاشغال راه هدمنا واحد دابا تهدمت واحد 40 هذه واحد اسبوع راهم زاد كيهدموا باش نفتحوا المجال للمقاول باش يزرب في الخدمه دابا المقاول شي 3 شهور هو واقف على شوكه حيت ما لقى ما يخدم ما عندوش مين يدوز ولكن دابا السيد العامل كيقول لك هذوك الناس ضروري خصهم يحيدوا باش نفتحوا المجال للمقاول يخدم الا بقينا مبلعين الطريق راه ما غاديش يخدم وفوقاش غادي يكون ان شاء الله باش تسلموا لهم الوثائق ديالهم الوثيقه من اللي غادي تمشي تخلص غادي ترفد الوثيقه ديالك تنزل 10000 درهم عند عمران غادي تاخذ الوثيقه نهار الثلاثاء غادي يبدا ان شاء الله نهار الثلاثاء جيب الوثيقه ديالك والميلف ديالك غادي تخلص يعطيك المسائل ديالك كاين اللي عنده تما الدار ديالو بحال بحال ديك الناس مع باع ما شرا ونهار اللي جاو داروا الترقيم غير ديك الظرفيه كان مسافر ودار ما دارولوش الترقيم والدار ديالو عنده قديمه بوحدي دابا كاين بعض الحالات اللي راه مازال ما حسمناش فيها دابا حنا يلا 581 هادو السيد العامل قال لك هادو يمشيو يخلصوا كاين اللائحه الثانيه والثالثه راه مازال كندرسوهم معاه كاين شكايات كاين المهم راه كاين اللجنه كدير شغالاتها هادو اللي كنقول لك الدار عندهم قديمه ولكن دابا راه الماكسيمو ديال القادوس ديال الشارع ديال الطريق راه جايه فيها جايه في الدار كامله ما تبقى حتى شي حاجه يعني جايه في الشارع الشارع هذه كتهدر غادي يعطيو له القطعه ديالو الله يجازيك بخير ودايرين معايا سته الناس ولا سبعه يعني شنو هو الحل هذوك شوف كاين شي وحدين راه هذوك الناس اعترفوا باللي شراو بحال هذا ما قلتش لك انت ولكن كاين شي ناس كانت عنده الدار باع واحد المحل هذا جوج المليون ثلاثه د المليون فتح له الباب مشى للجهه الاخرى فتح باب باعوا لواحد اخر ولاو عنده سته ولا سبعه عندي الناس انا عندي الناس هذاك الا زاد في الفهامه راه غادي يمشي النيابه العامه غادي يعتقلوا اللي باعوا زاد يطلق الهضره غادي يعتقلوا بمجرد ما السلطه المحليه دير الاجراءات النيابه العامه غيجيو يعتقلوا انما هذيك الارض ديال مواليها وزاد هو كينصب على الناس كيبيع لهم واحد العقار اللي ما عنده فيه حتى شي تملك انا ما كنهضرش عليك كنهضر بصفه عامه غادي تلقاها بالعمره من غادي تادي المساهمه ديالك
داك المسؤول ديال العمره غادي يعطيك الشهاده ديال الاستفاده. الناس ديال لونيب غادي يكونوا تما، تخلص 3500 درهم غادي يعطيك الشهاده باللي راك خلصت. من هذا الشيء مفهوم؟ مفهوم. شنو بغيتي على هذا؟ بغيت نقول لك انايا كنت فاش كانوا كيديروا المعارف، فاش جيت من الخدمه ما لقيتهمش، ما داروليش النمره في الباب، وجيتني تما من موراهم وسجلوني، قالوا لي يعني النمره ديالك راه هنا في القياده. ودابا فاش في اللائحه ما راكش كاينه؟ كاين سميت راجلك لا لا كاين سميت راجلك علاش نالك سميت راجلك كاين ما غاديش تكوني سميتك وسميت راجلك هذه جات عندكم البعث جاب لها حسين سميت راجلها كاين وشنو بغيتي لحقاش انا كنت قديمه قبل ماشي واش بغيتي انا غير انا وراجلي راجلك راه كاين واه راجلك كاين يديروها حيت غادي تمشي في سميتك وفي سميت راجلك غادي يديروا الفوتوكوبي ديالك وديال الراجل ما غاديش ديال الراجل باش حتى لا قدر الله كاين اللي كيوقع شي حاجه مع المراه الى اخره ما عندوش حق يبيعها لا دابا غير حيت كانوا هادو اللي ما عندهمش النماري غادي يديروا جوج في واحد البلاصه واخا يعني اللي عنده النماره ديالو ما خرجش كوره حنا ما قلنا والو السيد العامل قال لنا هادو يمشيو 5581 هذاك الشيء اللي بقى مازال ما قررناش انا قلت لك ديك الناس اللي باعوا هي شويه ديال التحرميات معروفين عندنا الناس معروفين انا نقدر حتى انا ندفع كما كيدفعوا هادو اللي قال غادي يخلصوا غادي تدفعي انت والراجل ماشي دابا تجي اللائحه ديالك تجي اللائحه غادي نعلمهم دابا اللي غادي اللي معنيين دابا هما ديك 581 إلا سميتك كاينة تما سيري ولدي ما كايناش استنى تجي اللائحة الثانية السيمانة الجاية واللي بعدها غادي نعلقوها عندي أنا عندي النمرة عندي النمرة ديالي جي 25 وخو دريا عندي النمرة 26 ديال خو دريا خرجت وأنا ما خرجتش أنا قيت قيم باش قيد لك النمرة أنا داخل إلا واحد أخرى غادي نخرج فهمت؟ هي ما فتحتش شي باب بالنسبة غير اسمح لي فتحت شي باب؟ ما فتحت لا باب لا والو الوضعية بقات كما كانت كما كانت أنا عندي ثلاثة بين ثلاثة د الخوت في الدار ما بعنا ما شرينا مع خوتي راهم معايا كاين معايا كاك شدينا المرا خلينا نجاوب الخوادريه بجوجه ولا الخوادريه بجوجه راه الدار ديالها راه حدايا يعطونا المرا